يا صباح الخير، يا صباح النور والبهجة والسرور. حياكم الله يا شباب أينما كنتم. اليوم معنا فيديو ضخم. لاحظوا هذا المبنى اللي خلفي، أكيد أي واحد يشوفه يقول هذا إيش؟ يقول هذا مسجد. بس هل هو فعلا مسجد؟ هل يعني بني عشان المسلمين يصلوا فيه ولا لا؟ طبعا لا، خلونا نشوف. هذا هو مصنع السجائر أو مسجد السجائر الذي كان يسمى سابقا، يقع في مدخل مدينة دريسدن الألمانية. هذا المبنى الضخم الواقع على ضفاف نهر الإلبة بقبته الزجاجية المتعددة الألوان ومناراته الشاهقة الارتفاع وزخارفه الإسلامية وطابعه المعماري المميز. واو، مبنى بصراحة مبنى فظيع جدا، يعني أي واحد يجي هذا المكان سواء مسلم أو غير مسلم بصراحة يتفاجأ. مبنى ضخم جدا تقريبا. لما عادوا ترميمه، طبعا بنحكي ليش عادوا ترميمه وكيف دمر هذا المبنى. لما عادوا ترميمه تقريبا 14 مليون يورو يعني تكلف ترميم هذا المبنى فقط، ايش ترميم مش بناء. بس ليش بني بهذا الشكل؟ يعني قصته تعود إلى أحد التجار الألمان في عام 1886. هذا التاجر كان عنده شركة للسجائر الشرقية، بس جلس يفكر كيف يعمل ترويج، كيف يعمل إعلانات علشان يطلب الله عشان يشتغل، عشان يطلب الله ويشتغل، وخاصة تكون هذه السجائر يعني محبوبة ومفضلة لدى الأمراء والمدخرين والتجار بشكل عام. فهذا التاجر جلس يدور، يعني يفكر ويدور من المهندس الخبير او المهندس المعماري في ذلك الزمان عشان يقوم بتصميم مبنى على شكل مسجد يخليه ايش مصنع للسجائر. كان المهندس الذي قام بالمهمة هو مارتين هاميتسيش، والذي استوحى هذا الشكل والتصميم من مبنى او من مسجد السلطان حسن في القاهرة في مصر. أنا عارف يعني أنتم متشوقين، يعني تريدوا تعرفوا إيش داخل هذا المبنى بشكل عام. نفس ما قلت داخل المبنى مطاعم وبارات وحانات، بس خلونا نروح نشوف إذا في حدا مفتوح، رغم أنه اليوم سبت أكيد مش مداومين، بس ربما نروح نشوف إيش موجود في هذا المبنى. طبعا قبل الحرب العالمية الثانية كان هنا موجود لوحة مكتوب عليها السلام عليكم. طبعا اللوحة اللي كان مكتوب عليها السلام عليكم، يعني أثناء الحرب العالمية وأثناء تدمير هذا المبنى يعني فلتت أو طاحت هذه اللوحة ولم يعد تركيبها بعد ترميم هذا المبنى، فعادوا ترميم كل شيء إلا لوحة السلام عليكم. لاحظوا هذه هي بوابة هذا المبنى، خلونا ندخل مع بعض. يلا نشوف. هو الطابق الأرضي لهذا المبنى، وفي الطابق العليا طبعا كله مطاعم وبارات. لاحظوا هذا المكان الآن، هذا مطعم. وين هذا المطعم؟ بالدور السادس أو الدور السابع في هذا المبنى.
تعرفين قبل شوية من وين كنت بصور؟ كنت من هناك بصور جنب هذا الملعب أو جنب هذا المبنى هناك. هذا هو المبنى بشكل كامل، بصراحة مبنى فظيع جدا و يعني مذهل. إن شاء الله أي واحد يجي مدينة دريسدن لازم يزور هذا المكان، وأقل شيء يشرب له كوبة قهوة ويستمتع بالجو الحلو. هذا هو خارج المبنى. اوكي، فيلن دانك، تشيس تشيس. خلونا نروح نشوف مكان ثاني. نروح نطلع كمان طابق فوق رقم 7 نشوف ايش موجود هناك، ايش الاشياء الموجوده. لاحظوا هذه القبة، هي متعددة الألوان التي تشبه قبة المسجد. وهذا المطعم طبعا مطعم مجهز وضخم جدا، موجود في الدور 7. إن شاء الله لما يكون معنا فلوس كثير نجي هذا المكان ونتغدى ولا ناكل أي شيء. لاحظوا هذا المبنى ضخم جدا جدا، بصراحة في حانات ومطاعم ضخمة داخل هذا المبنى، وهدوء لدرجة إنه ما قدرت أتكلم داخل المبنى لأنه كل شيء هدوء والناس هادئين، تحس ولا كأنه أحد موجود. فهنا أخذت راحتي الآن وتكلمت داخل الأوفت سوق الليفت. شوفوا كمان هذا المنظر قبل المغرب، هذا هو نهر الإلبة. وفي عام 2000 تم ترميم هذا المبنى، ولكن الجالية الإسلامية طالبت بتغيير هذا الاسم، وفعلا تم تغيير الاسم إلى المجمع الإداري والتجاري. بس للأسف لهذه الأيام يعني موجود في جوجل تابت موشيه، يعني اسمه تابت موشيه باللغة الألمانية، ومسجد الطبق باللغة العربية. طبعا قصة حلوة ومضحكة حدثت لي أنا وواحد، أنا وصديقي. أول ما وصلت هذه المدينة كان يوم جمعة، فقلنا نروح نصلي، فبحثنا في جوجل طلع لنا هذا المبنى، قلنا ما شاء الله يلا نروح نصلي، يعني شكله مبنى ضخم. أول شيء كنا مستغربين شوية، هذا المبنى موجود في هذه المدينة؟ المبنى الضخم موجود في ألمانيا؟ وين؟ في دريسدن في الشرق. يعني كنا أول شيء مستغربين شوية، وفعلا جينا على الساعة تقريبا 12 وصلنا، هناك البارات والمطاعم. كان بدنا نسمع صوت الخطيب صوت الأذان، لكن للأسف راحت علينا صلاة الجمعة ورجعنا صلينا الظهر. فأي واحد إن شاء الله يجي هذه المدينة ينتبه يوقع بالقاف وينتبه. بعد هذه الزيارة الحلوة والممتعة لهذا المبنى، الآن إيش؟ خلصنا الفيديو أكيد، وأكيد أنتم عارفين إيش تعملوا. إن شاء الله سبسكرايب لايك شير للأصدقاء وللي كمان بده يتعرف على هذا المكان. خلاص، حياتي لكم أينما كنتم، إن شاء الله أشوفكم قريباً.